بالنسبة للسؤال الخاص بالست مها، ليهم بنت أختهم دي طلقت وبعد كده اتعرفت على واحد وارتكب معها المحظور وكان هناك هذا الحمل، وبعدين بتقول هي قربت تولد واختفى هذا الذي كانت تعرفه، وهم دلوقتي بتقول يحرم علينا ان احنا نساعدها، انها يحرم علينا ان احنا نساعدها فندفع بيها انها تحط في دار ايتام. وفي الاوضاع اللي زي دي برضو لازم نرجع لقانوني من ناحية توفيق اوضاع هذه بنت اختكم، وما دامت الام معلومة فهي الاولى، يعني ما دامت الأم معلومة فالأولى إن احنا ما نتخلص منه في دار رعاية، ونسأل الله سبحانه وتعالى لها أن يغفر لها ويرحمها. ولا مانع برضو من إن احنا نطلع على دار الإفتاء لبيان الأمر بشيء من الدقة أكثر من ذلك يا صاحبة السؤال.